انا هنيجي حلب من ياما وفي السلام اهل الزبداني زبدوا اهل الزبداني كل لهم ابو يا خيار بصل خمسي ورا بصل خمسي ورا لب لب ميتي ورا لب لب ميتي بطاطا بندورة امرا بطاطا عايشين بأكبر نعمة انتوا هون والله طيب بعدون اسع اشمرات خاصة احمر خمسي ورا حموي حموي السلامة نحن المنظر ما بنشوفه يعني بالزبداني كنا بالأول نشوفه الزبداني أهل الخضرة بس هلا ما في عندنا منه هذا التوم راس التوم حقه 5000 هاجرينك ما في عندنا خيار عندنا الكيلو ب 33000 عندنا ببلاش عندكم ببلاش بده الله يمن عليكم البيضة حقها 2000 ورا كيس الملح كيلو الملح حقه 23000 كيلو السكر حقه 150000 الحمد لله شو هاي؟ خص حقها 300 دولار هتحقق ما بعرف يعني شو بدي اقول لك ما بعرف يعني انا بستنغصلهم مو بس لاخواتي مو بس لخواتي مو بس بستنغص للعالم كله اللي هونيك المتحاصره يعني انا بستنغص انه انا عم باكل كوسه هني مستحلين بس يشوفوا بعينهم يعني انا عم ضقت الملح هون هني بياكلوا بدون ملح الهدف الاساسي من موضوع كاس التخيل ايماجين كاب هو تنميه حس الابداع والمبادره الفرديه للطلاب على مستوى كل دوله وعلى مستوى العالم نحن بنعتقد انه التنميه بكل بلد هو اساس الشباب الابداع والمبادره الفرديه صادفنا وقتها مجموعة من الأولاد الصغار عم بيلعبوا بالتابلت بس وقتها كمان شفنا ولد صغير مبتورة إيده قاعد على جنب ما عم بيلعب معهم فحبينا نساعد هالولد إنه نوفر له إيد صناعية وتكون هالإيد قادرة تستعمل التابلت لأنه التابلت أو أي جهاز بيشتغل باللمس محتاج شحنة كهربائية من الجسم الإنسان للشاشة نفسها Love would be faster than that. I'm a world citizen, and so are you. And my friend Hamad Kutoui is right there in the back. He's going to New York next week. عادة أنا حاجة طبيعية عندي أخش على تويتر أخش على فيسبوك لكن لما كنت بسافر بحس إن في مشكلة إن ما فيش عندي أصحاب ما فيش عندي ناس لي دعوة بالسوشيال ميديا فجت الفكرة إن أنا ليه ما نجيبش السوشيال ميديا من كل النواحي عن الناس بتتكلم على إيفنت معين وبعدين نحطها مع بعض Well done to all the teams. Yes! Team Buzzcast and the winners of the gaming. يا الله يا
هذا العيد تحية إلى هذه الثقافة الإنسانية الأصيلة التي فيها تشبث بالأرض وحب للوطن دون شعارات ودون لافتات. فالرعاة هم وطنيون عشاق لهذه الأرض بالغريزة. أنا دائما متعطش ومهتم بآلة الناي وتقاليدها عبر العالم. أعرف الناي التونسي الذي يطلق عليه اسم القصبة، كنت أسمع عنها فقط لكنني اليوم تعرفت عليها من قرب. من العرض الذي سنقدمه بعد إذا ما صارش سوق والسنتجاه نفس الإشي ما صارش سوق، فالناس كتير يعني بتبطل تخدم الأرض، لأنه خدمة الأرض بتكلف كتير هالأيام في بلدنا هون، إحراث وإنكاش وسماد وعشب وأسمدة. لذلك يعني إذا بحاجة إلى أسواق حتى نغطي هذه التكاليف ونشجع الموسم ونشجع الناس على زراعة الشجر. من خلال هذه الوحدة ستعمل بإشراك الاقتصاد وبإشراك رؤساء الأموال وبإشراك المجتمع المحلي وأصحابين رؤوس الأموال في شراكتهم بالاقتصاد المحلي ودعمهم للمزارع.